الهلال يمكن يكون بعد ارى 5 أو 6 مباريات، يمكن نوعا ما تكون دي شيء الافضل فيهم. ولا انا زاد قوه الهلال في المباراه الاخيره. الهلال طبعا من ناحيه معنويه، من ناحيه الملعب، الارضيه، الملعب ملعبه بيلعب بفضل يلعب في ملعبه. الشيء الثاني بعض العناصر التي ادخلها خالد بخيت عمل التغيير في المنتخب. حسين النور صار كذا لاعب، يعني المهاجم ده عيد مقدم. بلا 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 حصل في الناحيه اليمنى، بعكس من ياسر المزمل الذي ياسر المزمل لاعب كبير له خبراته، لكن انا من هي من ناحيه ياسر المزمل يراجع نفسه ويراجع مستواه، في مستواه في تدني شديد. عيد مقدم انا افتكر كان هو وبوجبا وكانوا من اميز نجوم المنتخب، يعني اشتغلوا واحد في الهجوم واحد في الوسط كفعلا نجوم الهلال وليس المنتخب. نعم. عفوا ما شغلنا المنتخب المنتخب في البال المنتخب. اي نعم في البال. فانا افتكر التغييرات احنا يعني غيرت الفريق في الفريق كثيرا، غيرت من اداء الفريق. الاجود من ده كله انا دائما بتكلم الجناح لما يطلع بالكوره لازم يعمل الكوره بلازم يعكس لبرا. ده دي كان بفقد اللاعب السوداني، وانا شاهدتها في المباراه الاخيره بالذات بالتحديد، هجمتين او ثلاثه هجمات او اهداف حرزت بهذه الطريقه من عيد مقدم، يعكس من الناحيه اليمنى للناحيه اليمنى اللي برا بتحرز منها اهداف. فهذه دي ميزه اللاعب. لو لاحظنا الدورات الاوروبيه كلها اللاعبين الاوروبيين دائما عكس بيعكسوا اللي برا، ما بيعكسوا جوا خط المرمى عشان ما يستلم الحارس او تكون سهله بالنسبه للمتابعين. فانا بشوف في تطور نوعا ما، لكن اخشى ما اخشى على الهلال. الهلال خارج ملعبه شويه يعني بالذات مع الخرطوم مستواه بيقل كثير، ما بيقدر يجد ليه في مستوى الخرطوم. ما اعرف المشكله دي من ايش، من المدربين ولا من ناحيه ما اشتغلوا مع اللعيبه كويس. انا بشوف الفرقه الثانيه نفسيه.